يسرني اليوم أن أزف بشارتين في هذا اللقاء. البشرى الأولى عودة أعداد الحجاج إلى ما كانت عليه قبل الجائحة وبدون أي قيود على العمر. البشرى الأخرى أنه من المتعارف عليه ولعشرات السنين أن كل بعثة من أي دولة في العالم عادة ترتبط بمؤسسة خدمات واحدة وتكون تعمل معها في خدمات الحج، ولتعزيز التنافسية وتطوير الخدمات وتعزيز جودة. الآن وابتداء من هذا العام أي بعثة حج، أي مكتب حج من أي مكان في العالم يستطيع تعاقد مع أي شركة مرخصة تحقق المتطلبات اللي يحتاجها حجاج هذه الدولة.